من ضمن الأسئلة، هل كليات طب وتمريض وعلاج طبيعي أفضل من صيدلة وأسنان؟ لا، مفيش أفضل ولا أسوأ، كل ده بيعتمد على الشخص، أنت بتحب إيه أو مش بتحب إيه، ده بيرجع أو بيرجع ليكي أو ليك، فملهاش مرجع أو ملهاش قيمة أو ملهاش حاجة نقدر إن إحنا نمسك عليه. الحاجة اللي أنا بس حابب أقولها إنه عادة إنه الكليات الطب والتمريض ما شاء الله سوق العمل بتاعهم متاح جدا في الوقت الحالي، أغلب الأماكن بتقبلهم، مطلوبين جدا جدا، فلما بيتخرجوا بيجدوا فرصة عمل جيدة جدا وعلى طول. صيدلة وأسنان بيجدوا فرصة عمل ولكن في تشبع في سوق العمل، فأنا أقدر أقول بس من المنطق ده، ولكن ما زال الناس المتميزة بتشتغل وما زال الناس اللي عندها فرص بتشتغل وما زال وما زال وما زال، ولكن من المهم جدا إحنا نضع ده وده في الاعتبار، وكلها أرزاق، ونقول يا رب وربنا يكتب لكم اللي فيه الخير بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بيا الفيديو لمتابعة كل جديد، عملنا فيديوهات كتير على المزايا والعيوب بتاعة كل تخصص، شوفوها المزيد من المعلومات، وبالتوفيق بإذن الله.